سبب رئيسي يبدو. يعني انت انظر للصوره اللي امامك هتجدها في النهايه هي دعايه انتخابيه، لانه التيار الرئيسي التيار الاسلامي الرئيسي اللي موجود الاخوان المسلمين اعلنوا ان هم في فرق بين التحفظ على الوثيقه وبين رفض الوثيقه. في تحفظ على الوثيقه ما ده امر طبيعي جدا، انه يبقى في حاله من التوافق الوطني حول الوثيقه، حاله من الحوار، حاله من المجادله